جزاكم الله خيرا، في منطقتنا لا زلنا نركب الحمير أجلكم الله، هل يؤثر ذلك على طهارة ملابسنا وأجسادنا ويجوز لنا أن نصلي ولو كنا لم نجدد الوضوء؟ جزاكم الله خيرا. لا بأس بذلك، وركوب الحمير لا ينجس الثياب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار، والصحابة كانوا يركبون الحمر، ولا يزال المسلمون يركبون الحمر، ولا ذكر أنهم كانوا يغسلون ثيابهم من جراء ذلك. فهذا مما لا شك فيه عند المسلمين، أن ركوب الحمر والحمل عليها ولمسها كل ذلك لا ينجس الثياب ولا ينجس الأيدي. نعم.